بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتم توقيع عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجستية جديدة في ثلاث محافظات، هي الدقهلية والسويس وكفر الشيخ. المناطق اللوجستية دي هيكون فيها مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة، ده غير أيضا أن النهاردة هيكون في ثلاث مباريات مهمة في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وأخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فجهاز تنمية التجارة الداخلية هيوقع عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجستية جديدة في ثلاث محافظات، هي الدقهلية، السويس وكفر الشيخ. المناطق اللوجستية هيكون فيها مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة. النهاردة هينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية اللقاء الفكري بعنوان التسامح ومواجهة العنف، هيشارك فيه مجموعة من قادة الفكر في مختلف المجالات وعدد من القيادات الإعلامية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وأعضاء التنسيقية وممثلي المجتمع المدني. كمان أعلن اتحاد الكاراتيه قائمة اللاعبين واللاعبات اللي هيشاركوا في تصفيات الفرق القومية اللي هتقام بصالة استاد القاهرة النهاردة، وده علشان اختيار العناصر اللي هتمثل الكاراتيه في البطولات المقبلة، والقائمة بتضم 38 لاعب ولاعبة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 32 من عمر المسابقة، هيلتقي سيراميكا كيلوباترا مع طلائع الجيش الساعة 5:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي غزل المحلة مع مصر المقاصة، والساعة 8 بالليل هيلتقي بيراميدز مع فيوتشر. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، واللي بتجمع ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد.